اللي عنده للبلد وللشعب المصري. مستر باتسيكو، انا اشجع النادي الاهلي ولكنني لست متعصبا للنادي الاهلي، فانظر الي الان وتستطيع ان تقول لي ماذا ستفعل مع النادي الاهلي اللي انا بشجعه، لكن انا اثق في النادي الاهلي ولست متعصبا، انه لديه ميزتين مهمين جدا، رقم واحد انتماء شديد للفانيلة الحمراء، ثانيا التنظيم الشديد داخل الفريق نفسه، ربما يكون نادي الزمالك احيانا كان لديه مواهب افضل من الاهلي، ولكن الاهلي يحقق بطولات. ماذا تقول للمشجع اهلاوي الان؟ ممكن يقول ممكن اقول للمدربين الاهلي بونيت للجماهير الاهلي هي السودافل ديجاموز الكومبتيفيداد ان كويس ان يكون في تنافس بين الاهلي وبين الزمالك وبين الانديه الثانيه. يبغى ضرب اكزامبل هذه مثلا اكي يوميو كومبانييرو الاستاذ معايا هنا للاهلي وانا الزمالك بس ما ينفعش نكون اعداء، لازم نكون اصدقاء. لازم نتقبل الشغف والحب اللي عند كل واحد للنادي بتاعه قبل الماتش خلال المباراه وبعد المباراه. لازم يكون عندنا روح بناء، روح ايجابيه. وكان فوسم كويجو يسن انتراسي يسن مان دادا كم اميغوس يكم يفضل دايما افضل دايما ان جميع الاهلي والزمالك يدخلوا ويسلموا على بعض في كل المباريات الاهلي والزمالك كانهم اصدقاء، كان لانهم فعلا اصدقاء. الان مع